جائزة الشيخ زايد العالمية للكتاب، تختار موسيقار الكبير العالمي عمر خيرت شخصية العام الثقافية. وعلى حظي الحلو إن أنا يبقى ما يعني مرتين متتاليتين خلال أسبوعين متعاقبين أسمع صوت الموسيقار الكبير العالمي عمر خيرت معانا على التليفون. أهلا 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 بحضرتك. أهلا بحضرتك. إزاي الأحوال؟ كله تمام؟ والله يعني أنا سعيد بإن أنا أشوفك في خلال أسبوعين على التلفزيون وأتكلم معك. يا بختي يا بختي يا بختي يا بختي، ومبروك على الجائزة. الله يبارك. وجائزة العام، بل وكل عام بصراحة. ما تحرمش منك أبدا. الجائزة تمثل إيه للموسيقار الكبير عمر خيرت؟ والجوائز بشكل عام بتمثل إيه لهذا الحجم المهول في عالم الموسيقى في العالم كله بصراحة؟ طبعا بتمثل شرف، وتمثل شرف كبير فعلا يعني، وهي شيء لازم يحسه الفنان عشان يقدر يدي الناس اللي بتحبه واللي هو بيحبها كل ما عنده. انما الاكتر من كده انا بحس دي ان دي جايزة مصر مش جايزة عمر خيرت. الله. لان انا اتربيت هنا وعشت هنا ودرست هنا وموهبة جات لي هنا فبحس انها جايزة بلدي يعني، ما هياش ليا شخصيا. والحمد لله بشكر ربنا على اللي ادهولي ووصلني ان يبقى في هذا التقدير من اي حد في الدنيا يعني، شيء برضه يصب في بلدي اللي اتربيت فيها يعني. طبعا، واحنا كمان بنشكر ربنا على انه ادالنا مبدعين وعقول زي عمر خيرت وزي ابو بكر خيرت وزي كثير من المبدعين المصريين، وانه ربنا كمان ادالنا مبدعين قد كده بيحبوا وبيقدروا بلادهم حقيقي. طبعا الواحد يشكر ربنا على حضرتك، ويشكر ربنا على المبدعين المصريين كلهم، لانه فندم انتوا الفخر بتاعنا. وده بجد يعني الواحد وهو موجود في اي حته يقول لك يا جماعه ده احنا عندنا عمر خيرت، ده احنا عندنا فلان، ده احنا عندنا علان. فبنبقى عايشين كده في حاله مباهاه مستمره بسبب ابداعكم وبسبب انتاجكم الفكري والفني والابداعي. الف الف شكر على المكالمه، والف شكر على مجاملتك ليا، والف شكر، والف مبروك على الجائزه. ما تحرمش منك ابدا. يا رب يخليك يا فندم، كل الشكر يوسف. يا فندم كل شكر والله من قلبي. وعايز اهنيك على الفقره بتاعت القمح دي، كانت شيء جميل جدا جدا، وربنا يسهل الامور باذن الله. يا رب يا رب والله ربنا يخلي حضرتك. يعني ده انا كده اطلع السما يعني، موسيقار عمر خيرت بنفسه يهنيني ويقول ان دي حاجه حلوه يعني، خلاص بقى كده محدش هيعرف يكلمني تاني. اشكرك جدا موسيقارنا ومبدعنا الكبير والعظيم موسيقار عمر خيرت.